وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات قرروا إنه الجامعات لازم تدرس لطلابها مقرر عن القضايا المجتمعية اللي بتستهدف رفع درجة الوعي عند الطالب الجامعي، زي مثلا الوعي بقضية الزيادة السكانية، الشفافية، مكافحة الفساد. إزاي هيتم تطبيق هذا القرار داخل الجامعات وإمتى، وهتستعد إزاي الجامعات لده؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ. صباح الخير عليك يا دكتور، وكيف استعدت جامعة كفر الشيخ لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص متطلب تدريس القضايا المجتمعية للطلاب؟ اولا صباح الخير على الاستاذ هدير، على حضرتك وعلى الاستاذ محمد وعلى مصر صباح كلها. طبعا ما فيش شك ان القضايا المجتمعيه وعلى راسها الزياده السكانيه ومكافحه الفساد والشفافيه ويعني قضايا المراه من القضايا المهمه جدا. فالمجلس الاعلى للجامعات كان قرر ان موضوع القضايا المجتمعيه باذن الله احنا بنبدا في الفصل الدراسي، قصدي في العام الدراسي القادم باذن الله اللي هو 21-22. المقرر القضايا المجتمعية ومكافحة الفساد هيكون مقرر يعني تخرج، شرط تخرج على كل طلاب الجامعات المصرية. فجامعة كفر الشيخ إن شاء الله جاهزة بإذن الله إن احنا في العام الدراسي القادم إن شاء الله نبدأ بإذن الله تدريس هذا المقرر. ويمكن احنا بندرس دلوقتي يعني حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، لكن مقرر القضايا المجتمعية هيكون مقرر أشمل، هيشمل من ضمن موضوعاته حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والزيادة السكانية وقضايا الإرهاب. ويعني تحت أي إطار هيتم تدريسها يا فندم؟ معلش يعني هل هي مادة تضاف للتقدير العام اللي بيحصل آخر السنة، ولا يعني هيكون تقديرها عامل إزاي؟ هي مادة شرط تخرج، يعني نجاح ورسوب شرط تخرج فقط، لا تضاف إلى المجموع الكل. عظيم. طيب هل في جامعة كفر الشيخ يا دكتور هيكون في اختلاف شوية، يكون في حصر مثلا للقضايا المجتمعية، أو أقصد أن كل جامعة هتكون مختلفة عن الجامعات، ولا هو مقرر ثابت لكل الجامعات؟ يعني هو القضايا الأساسية ثابتة، لكن كل ممكن جامعة على حسب الوضع في المحافظة بالظبط، المنطقة الجغرافية اللي بتعيش فيها ممكن تضيف يعني قضايا أخرى. يمكن احنا كنا في محافظة كفر الشيخ مهتمين من سنوات عدة بالهجرة غير الشرعية، وكنا بنعمل ندوات لأولادنا ونثقف المجتمع في هذا الاتجاه في يعني مخاطر الهجرة الغير الشرعية. زي ما سيادتك عارف كان بيطلع من على الشواطئ المصرية يعني بعض الهجرات غير الشرعية، كانت محافظة يعني مصدرة طبعا لفترة من الفترات. فكنا الحمد لله بنوعي، نعمل ندوات في الجامعة وبنوعي أبنائنا وبنات الطلاب والطالبات، وكمان في القوافل التوعوية والتثقيفية اللي كنا بنروح بيها يمكن أماكن هذه الظاهرة زي بركة غليون والجزيرة الخضراء وخلافه، كنا حريصين على أن احنا نثقف يعني أبنائنا وأهالينا في هذه القرى بمخاطر الهجرة الشرعية وإحداث طبعا الدولة ما فيش شك أن هي إحداث التنمية شاملة في مثل هذه القرى وهذه النجوع اللي هي كانت بعيدة عن يعني زي ما بيقولوا عن الخدمات بصفة عامة. طيب يا دكتور، إيه الآليات الأخرى غير المحاضرات لتطبيق فكرة يعني رفع درجة الوعي عند الطالب بالقضايا المجتمعية؟ يعني غير المحاضرات احنا بنعمل ندوات توعوية وتثقيفية داخل الجامعة ومسابقات بين الطلاب، وبنناقش فيها كل القضايا المجتمعية. مفيش نية لمبادرات على أرض الواقع يا دكتور تحسسهم بالمشاكل يتعاملوا معاها؟ لا احنا شغالين والله مبادرات، يمكن في قضايا أخرى زي قضية التحرش والعنف ضد المرأة ديت شغالين فيها بقالنا أكثر من 3-4 سنين، وكمان قضية الزواج المبكر، وكنا بننتقل إلى القرى وإلى الأماكن يعني في المحافظة والمدن المجاورة، وبنوعي أهالينا في القرى يعني خطورة هذه الظواهر. فإحنا شغالين في كل الاتجاهات، وفي مبادرات من أبناء الطلاب، وإحنا بنشجعهم على إن هم يكونوا يعني مشاعر تنوير داخل مجتمعاتهم. يعني من قبل هذا القرار وجامعة كفر الشيخ يعني زي ما نقول كده قايمة بالواجب، يعني عندها زيارات ميدانية ومنتظرين طبعا هذا القرار ويتم تطبيقه عشان يكون في مناهج كمان دراسية بجانب هذه الزيارات الميدانية. بالظبط يا استاذ محمد، تمام كده.
طيب عظيم. دكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، شكرا جزيلا ليك يا فندم.